ولمتابعة المشهد التونسي بشكل أقرب. معنا عبر الهاتف من تونس السيد أبو بكر الصغير الكاتب الصحفي. بعد التحية سيد أبو بكر، دوما ما يخرج الرئيس التونسي للتأكيد على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة أو التحكم في قوت التونسيين، كيف تقرأ هذه التصريحات وأثرها على المشهد السياسي التونسي؟ أعتقد أن الرئيس قيس سعيد بعد أن وضع اللبنة الأولى لإعادة مؤسسة الدولة هو يتجه إلى ما يهم الشأن اليومي للمواطنين، خاصة كما رأينا فيما يتعلق بعملية التلقيح ضد هذه الجائحة كوفيد-19 على الشر، والأرقام القياسية التي سجلت يوم أحد 8 أغسطس، وهذا يوم الأحد ستكون هناك شريحة الشباب مشمولة بهذا التلقيح وقد يسجل رقم قياسي آخر، ثم الظروف المعيشية فيما يتعلق بالتونسيين، الأسعار وتوفير السلع والكهرباء والماء والماء. أعتقد أن التونسيين لم يسمعوا منذ فترة طويلة أن ولي أمرهم الذي تولى السلطة في البلاد يهتم بهذه الشؤون، وقيس سعيد بهذه المواقف هو يدعم عناصر القوة التي توفرت حوله بعدما بادر به في حركة 25 يوليو. اليوم تونس في وضع غير ما كانت عليه قبل التاريخ المذكور، وهي تعيد كأنها تعيش حالة من الاستقلال الثاني، حالة من إعادة بناء الدولة الوطنية التي عرفت خرابا في ظل عهد الأخوان، الذين بالفعل هم يعيشون حالة من الإحباط والانهيار كامل بعد أن لفظهم الشعب ولفظتهم حتى قواعدهم، ولم نسمع لا أصوات مساندة أو نداءات تنادي بقيادتهم أو تنتصر لها، وهذا أمر مهم جدا أعتقد بالنسبة لمصير حركة مثل الأخوان، خاصة أن صحيفة مثل واشنطن بوست كانت قبل أيام كتبت مقالا مهما ذكرت فيه أن آخر فصل من فصول الربيع العربي أغلق في تونس بحركة 25 يوليو. كما أن ما هو أهم جدا فيما يتعلق بالوضع التونسي أن الأخوان حصل مرة في عهد حكومة مهدي جمعة في سنوات 2014 بعد الاغتيال السياسي أن خرجوا من الحكومة، وكان هنالك تصريح مهم للسيد الرئيس الغنوشي قال فيه أننا خرجنا من الحكومة ولم نخرج من الحكم، فالحكم لا يزال بأيدينا. ولكن ما هو حاصل في ظل الإجراءات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد هم أنهم يخرجون تباعا من الحكم، فنرى اليوم التغييرات تطال، ليس الحكومة والمناصب السيادية الهامة من وزارات أو سفراء أو ولاة على محافظات، بل حتى المدير العامين، حتى قيادة الوسطى، خاصة في الدولة ما نسميه في تونس الدولة العميقة التي تهتم بكل ما يهم الدولة، خاصة ما له بعد أمني واستراتيجي كالاتصالات، حيث النهضة كانت تضع يدها وتحرص أن تفعل ذلك على وزارة الاتصالات والمركز الوطني الإعلامي الذي يضم كل المعطيات وأسرار التونسيين. صحيح. وكذلك في وزارة أكيد بنتمنى أن تفضي تلك التحركات والقرارات بالفعل تغيير واقعي في حياة التونسيين. شكرا جزيلا لك السيد أبو بكر الصغير الكاتب الصحفي.